الخير جميعا. حقيقة ونحن نعيش أسبوع آلام كان لابد من أمسية فصحية حتى نشعر بآلام المسيح، نشعر بعظمة هذه الأيام، نشعر أن هذا الأسبوع هو أسبوع مميز لجميعنا. كلتنا كمسيحيين نحب نعيش هذه الآلام، فنحن باسمكم جميعا اليوم أحب أشكر المرنم فارس عباسي عزيزنا وحبيبنا مع الفرقة الموسيقية الجميلة، مع كل من نظم وعمل وأتى حتى يطرب روحنا. أحد القديسين يقول من رتل صلى مرتين. ليش صلى مرتين؟ لأنه مرة بالجسد ومرة بالروح. ممكن إنسان مرات يصلي لكن يصلي فقط بالجسد، لكن اللي يرتل أكيد يكون جسداً وروحاً. أنا ما بدي أطول كثير، بدي أتشكرهم باسمكم جميعاً، وإن شاء الله هالساعة ساعة ونصف نحن راح نعيش السماء وإحنا في داخل الكنيسة. ربنا يبارك حياة الجميع، ونشكر قناة نورسات دائماً اللي هي تغطي هالأحداث الآلام الخلاصية تبعنا، وتغطي كل الأحداث المفرحة والمحزنة في الكنيسة. ربنا يبارك حياة الجميع، وإن شاء الله فصح مجيد، قيامة مجيدة، كل عام أنتم بخير. شكراً. أبانا يا من في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشر، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. بينهما
تخلق أشياء، أنت الأول أنت الآخر ووراءك تلهث أسماء. البدء أنت بلا بداية، وبإليك تتجه النهاية. في كل وقت أنت حاضر، وبغير دورك لا حكاية. البدء أنت بلا بداية، وإليك تتجه النهاية. في كل وقت أنت حاضر، وبغير دورك لا حكاية. أنت الألف وأنت الياء، بينهما تخلق أشياء. أنت الأول أنت الآخر، ووراءك تلهث أسماء. وشهوتي أن تتغير صورتي
لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. قدوس 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 يسوع أنت القدوس. يسوع ترتيل اليوم هي طبعا صلاة، يعني هي أمسية صلاة، فبحب أي حدا برضو حافظ ترتيل وبحب يرتل يا ريت أسمع الكل برتل. يا رب قد
كل حين. يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين، يا رب قد جعلتك أمامي في كل حين. ربي يسوع إني أناديك، ارفعني من يأس الحياة. انتظرتك بصمت يا مخلصي، وفي أعماقي ترنيم وصلاة. جذبتني إليك يا إلهي، داويتني بجراحك يا مصلوب. لمستني بحنانك يا حبيبي، ربي سمحني جئت كي أتوب. زدني إيمان أروي به قلبي، منك الحنان يفيض ربي. ها توبتي قد أحيت لمحبتي، أضأت بنورك ليل غربتي. جذبتني إليك يا إلهي، داويتني بجراحك يا مصلوب. لمستني بحنانك يا حبيبي، ربي سامحني جئت كي أتوب. ربي سامحني جئت كي أتوب. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه، اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه. إكليل من على هامة ملك الملائكة، برفيرا كان
كربل الذي وشح السماء بالغيوم قابل لطمة الذي أعتق آدم في الأردن ختن البيعة سمر بالمسامير وابن العذراء طعن بحربة نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة أمامك أيها المصلوب أثيب العمر قربانا لمجدك فامنح المغلوب مدى الأيام تحنانا أمامك أيها المصلوب أذيب العمر قربانا لمجدك فامنح المغلوب مدى الأيام تحنانا أذيب العمر قربانا أذيب الروح إيمانا لمجدك أيها المصلوب أذيب العمر قربانا لمجدك فامنح المغلوب مدى الأيام تحنانا إلهي عفوك انصرني على نفسي وأنا أيها المصلوب أذيب العمر قربانا لمجدك فامنح المغلوب مدى الأيام تحنانا
هلأ رح رتل مع بعض ترنيمة يا سيدي كم كان قاسيا. بحب الكل يرتل. كي تعيش
وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه من شجاك من بلاك ما لذا الأمر شبي يا حبيبي أي ذنب قد صنعت أو كاري أنت مجهود جريح ليس فيك من شفاء أنا الحق ابنك المذبوح قربان فداء فاقبل من ذاق ليبررنا أهوال الردى كنت في البستان ليلا والحشا من الطرى خفت صليت إلى أن عرق مني انسكى قلت ربي إن رأيت فادفع حزن نفسي فاق وصفا كل قول أو نداء يا قلبي يا الحزين يا جرحي يا الأليح أوه على قد ربطت وضربت مثل أدنى الآثمين بسياط قد جلدت مثل شر المجرمين كل هذا كي تكونوا سليمين فانظروني هل رأيتم شبه ذات تحت السماء حبيبي حبيبي يا ولدا كيف رأى كوريان ولا أنا
مستر عنه الوجوه محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا نعم ضللنا كلنا ملنا إلى طريق وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا فسيق للصلب كشا محتملا تعييرنا
ومات عنا ودفن في القبر مع أشرارنا. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا. يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. إن الملائكة تفاوى نحو المنعم عليها. أيتها العذراء نقي لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم استنيري استنيري يا أورشليم جدي. لأن مجد الرب قد أشرق عليك. افرحي الآن و وأنت يا نقية يا والدة الإله المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت
ووهب الحياة الذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام، حمل أحزاننا غفر أثامنا بجلدته الشفاء وهو نبع السلام. المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام. شوكة الموت لما قام وانتصر، فأنار الطريق وأزال الظلام. المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام. لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا أهتف المسيح قام. المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام، المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام. شكرا فارس، شكرا نتالي، شكرا سبيرو، رولا، ناصر، شكرا أبونا على الاستضافة، شكرا لكم لوقتكم، كل عام وأنتم بخير.